نطمح للمساواة، نبني بذكاء، نبدع من أجل التغيير. شعار يوم المرأة العالمي للعام 2019. وعشية يوم المرأة العالمي، الأمم المتحدة تؤكد أن المساواة ما زالت بعيدة، ونسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية حول 15%. اللاجئات ويوم المرأة، نصف عدد اللاجئين في العالم من النساء، والافتقار إلى الرعاية الصحية الإنجابية في المخيمات من أبرز أسباب الوفاة. أهلا بكم في العاشرة من قناة المملكة. إذن عشية الاحتفال العالمي بيوم المرأة، تؤكد الأمم المتحدة إن تحقيق المساواة لا يزال غير قريب، وتقول المنظمة الدولية إنه، واستنادا إلى التوقعات الحالية، فإن هذا الحلم لن يتحقق في العام 2030. لذلك تعتبر الحلول الإبداعية التي تغير من مسارات العمل التقليدية محورية لإزالة الحواجز البنيوية وضمان عدم استثناء أي امرأة أو فتاة حول العالم. في المقابل تنشط العديد من المنظمات والحكومات والنشطاء في إزالة العديد من العقبات التي تقف في وجه المرأة. الأرقام والمؤشرات عالميا وعربيا وأردنيا لا تزال متواضعة بحسب العديد من المراقبين، في ظل ضعف المشاركة الاقتصادية وارتفاع نسب العنف وتباطؤ المشاركة السياسية. عمر المجال يستعرض لنا الآن العديد من الأرقام في هذا الشأن. إذن عشية اليوم العالمي للمرأة، هناك العديد من الأحلام لا تزالت بعيدة بحسب مراقبين وتوقعات الأمم المتحدة. مشاركة المرأة سياسيا اقتصاديا، التمكين، القفز من التمكين إلى التمتين حتى الآن لا زال يحتاج إلى خطوات وربما إلى قفزات كبيرة، لكن هناك في المقابل إنجازات وقصص نجاح رائدة ورائعة. أيضا طارق، تقرير الأمم المتحدة ركز بالإضافة إلى المشاركة السياسية والاقتصادية إلى موضوع العنف وزواج القاصرات، والتقرير سلط الضوء على دول العالم، على شرق آسيا، على أفريقيا وأيضا دول الشرق الأوسط. نستعرض أهم المجالات التي استعرضها هذا التقرير. احتفالات يوم المرأة العالمي لهذه السنة ستركز على النهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ولا سيما في مجالات الحماية الاجتماعية والخدمات العامة، وذلك حسب ما أعلنت هيئة الأمم المتحدة. وبحسب المنظمة الدولية، فإن موضوع أو شعار احتفالات هذه السنة سيحمل عنوان نطمح للمساواة، نبني بذكاء، نبدع من أجل التغيير. عشية انطلاق الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة، قدمت هيئة الأمم المتحدة أرقاما دقيقة عن وضع النساء عبر العالم. جاء في تقريرها بأن النساء تشكل أكثر من 50% من تعداد سكان العالم. أيضا حققت النساء اختراقات مهمة في المناصب السياسية في جميع أنحاء العالم، فإن تمثيلهن في البرلمانات الوطنية نسبته 23.7%. أما بالنسبة للعنف ضد المرأة، فقد أشار التقرير إلى افتقار 49 بلدا إلى قوانين تحمي المرأة من العنف المنزلي. ونوه التقرير إلى قضية زواج القاصرات أيضا، حيث زوجت 750 مليون امرأة وفتاة قبل بلوغ سن 18، خضع ما لا يقل عن 200 مليون امرأة وفتاة في 30 بلدا للتشويه. هنا في الأردن الأرقام تعكس تقدما ملموسا في المشاركة السياسية للمرأة، ففي انتخابات مجلس النواب 18 تبوأت المرأة 20 مقعدا. أما فيما يتعلق بمجالس المحافظات والبلديات والمحليات، فوصلت نسبة النساء وفقا للانتخابات الأخيرة إلى 28.8%، حيث حصلت النساء على 32% في المجالس المحلية، و 42.7% في البلديات، و 12% في المحافظات. في الأردن بلغ معدل المشاركة الاقتصادية للإناث 15.2%، بالإضافة إلى أن المرأة
تشغل في وزارة التربية والتعليم ما نسبته 62% من العاملين، وتشغل 19% من الوظائف القيادية هنا في الأردن. أيضا طارق، يجب أن ننوه بأن أول أمس كان هناك زيارة لجلالة الملك وولي العهد إلى قيادة الجيش، وكان الهدف منها أن يطلع جلالة الملك على إنجازات المرأة الأردنية وانخراطها في السلك العسكري، وأيضا هناك المرأة الأردنية انخراط لها في السلك القضائي والسلك الدبلوماسي، وإنجازاتها بالأرقام واضحة أيضا. 62% رقم مرتفع في وزارة التربية والتعليم، نودنا نعرف لماذا هذا الانخراط الكبير في الوزارة دون القطاعات ربما الأخرى. أنا أشكرك عبر المجال على كل هذه الأرقام والإيضاحات، شكرا جزيلا لك في يوم المرأة العالمي أو عشية يوم المرأة العالمي، شكرا لك. إذن حول هذا الموضوع أرحب أولا في ضيفتي النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني والقيادي بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين السيدة خالدة جرار، وكذلك بضيفتي من القاهرة الناشطة الحقوقية والكاتبة الصحفية ياسمين محفوظ، وضيفتي هنا في الاستوديو الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس. دكتورة سلمى أهلا بكم جميعا. بداية دكتورة سلمى سأبدأ معك، نطمح للمساواة، نبني بذكاء ونبدع من أجل التغيير، ما زلنا دون المساواة، كيف حال البناء والتغيير المنشود؟ وتبعنا سويا الأرقام. حقيقة الأرقام دائما يعني نحاول أن نستفيد من الأرقام لنأخذها كمؤشر. أنا بحب أنوه في هذه اللحظة لأن برنامجكم يعني له نسبة مشاهدة عالية، أولا أود أن أؤكد على أن الحركة النسوية الأردنية موجودة من بداية القرن، يعني من بداية القرن، وحقيقة قبل عام 48 الحركة النسوية كانت جزء من النضال السياسي. بهذه اللحظة بدي أرحب بالمناضلة خالدة جرار وأبارك لها في خروجها من الاعتقال، ولكن أيضا يعني بما معناه بأن الحراك النسوي المطالب بالمساواة سبق المعاهدات الدولية، وأنا بحب أحكي بهذا الموضوع وأنوه عليه لأنه فعلا أنه هذه المطالبة في المساواة هي مطالبة في العدالة الاجتماعية، مطالبة بأن نكون متساوين على أساس المواطنة، وهو مطلب يعني وطني وأساسه وطني، وليس لأنه للأسف نحن عم نواجه حالة بأنه كل ما الحركة النسوية والنشطات النسويات بيطالبوا بأي تقدم للمرأة في تحقيق القليل من التقدم في واقعها، منواجه أنه نحن متهمين بأنها أجندة أجنبية، وهذا غير صحيح. هذه أجندة وطنية. أول مؤتمر نسوي عربي، بما أنه معنا اليوم نساء عربيات، كان عام 1933. هدى الشعراوي في مصر هي من كان في مؤتمر هام عام 1944 جاءت إليه النساء من 6 دول عربية من ضمنها الأردن، فهذا تأكيد على عروبة المطلب ووطنيته وقربه من أجندة أجنبية كما يحمل البعض. حقيقة أنه ما حققته المرأة الأردنية عبر يعني من منذ تأسيس الدولة الأردنية مهم جدا، ولكن لا زال قاصر وبطيء، يعني للأسف التقدم يعني غير يعني ليس بالتسارع المطلوب. إغلاق الفجوة مثلا في التعليم شيء مهم، يعني عندما ننظر على الأرقام نقول والله لقد قام الأردن بإغلاق الفجوة في التعليم أو في الصحة، ولكن علينا إدراك بأن هناك تفاوت في نوعية التعليم في بين مناطق المملكة، هناك تفاوت في القدرة على الحصول والوصول للخدمات الصحية. قرارات المرأة بالرغم حول مثلا صحتها الإنجابية لا زالت ليست قراراتها بنفسها، وبالتالي بالرغم من، وأنا اليوم بدي أكد، إحنا اليوم كنا بالأغوار الجنوبية احتفالا بيوم المرأة العالمية، النساء هناك يعملن بجد، هن المزارعات، هن من يعلمن أبنائهن، هن اللي عم بيحصلوا على دخل للأسرة بشكل أساسي، ولكن عندما نسأل عن بعض القرارات نجد بأن القرارات ليست لديهم، قرارات ذكورية، تجد بأنه في قرارات هامة بحياتهم بتأثر على صحتهم ليست قراراتهم. طيب. طيب دكتورة، سأعود إلى العديد من النقاط في هذا، لأن القصة الأكبر من هذا البرنامج سيخصص أولا البرنامج بأكمله ليوم المرأة العالمي. سيدة خالدة جرار، أولا أبارك لك أنك الإفراج من الاعتقال وأنت من المناضلات والرائدات، المرأة الفلسطينية التي تحمل راية النضال ضد الاحتلال الإسرائيلي وهي عمود الصمود الفلسطيني، واقع مختلف وظروف صعبة بلا شك، كيف تشق المرأة الفلسطينية طريقها في كل هذه التحديات والبيئة؟ يعني في البداية كل عام وكل
لكل نساء العالم بألف خير، وشكرا لكم على الترحيب وشكرا على الاستضافة في هذا البرنامج. طبعا هناك قضايا مشتركة ما بين النساء العربيات وما بين نساء العالم، وهناك خصوصية لكل مرأة حسب الواقع الذي تعيشه. دعنا نتحدث عن فلسطين. ففلسطين المرأة طبعا تربط ما بين النضال الوطني ضد الاحتلال من جانب، وأيضا نضالها الاجتماعي من أجل انتزاع حقوقها. وأقول انتزاع لأنه للأسف دائما الحقوق ليس من السهل أن تعطى أو أن تمنح، هناك أحيانا تكون إجراءات لتسهيل الحصول على هذه الحقوق، لكن في النهاية هذا يحتاج إلى نضال اجتماعي. المرأة الفلسطينية قطعت شوط كبير في النضال الوطني، يعني حتى قبل الثلاثينات، لأنه فلسطين طبعا عانت من احتلالات متعددة ووصايات متعددة، وكان دائما هناك مشاركة وطنية واسعة للنساء، وهذا ربما سهل في أحيان كثيرة تجاوز النظرة النمطية للنساء، بمعنى أن النضال الوطني ساعد المرأة أن تكسر الصورة النمطية بأن النضال الوطني فقط مقتصر على الرجال. بالإضافة إلى ذلك أيضا النساء الفلسطينيات أدركنا مبكرا بأن النضال الوطني يجب أن يترافق مع نضال اجتماعي، لأنه إذا فقط اقتصرنا النضال أو مشاركة المرأة في العمل السياسي والوطني وتركنا جانبا النضال الاجتماعي، فهذا سيؤدي إلى كثير من التجارب التي حينما انتهى الاحتلال أصبح النساء ضحية وكأن لم يكن الاعتراف بحقوقهن. لذلك هناك الكثير من الإجراءات، هناك النضال لازال مستمر، سواء بتعديل القوانين أو التشريعات، سواء أيضا في تمكين المرأة من خلال الكوتا النسائية في المجالس المحلية في البرلمانات، لكن ذلك كله دون السقف المطلوب. ومعروف أن مناطق النزاع بالعادة ومناطق الحروب والاحتلال الضحايا الأكثر اللواتي يعانوا من آثار هذه الصراعات هن النساء والأطفال، والمرأة الفلسطينية هي جزء من هذه المعاناة، فهي أيضا تعاني. يعني الوضع الاقتصادي يؤثر على واقع المرأة، الاحتلال يؤثر، التقاليد أحيانا الغير إيجابية أو التي تكبل النساء في كثير من الحقوق. لذلك نقول بأنه أيضا ولدينا اشتراك مع المرأة الأردنية، مع المرأة المصرية، مع المرأة العربية ككل، أو مشاركة في نضال مشترك من تعديل قوانين وتشريعات ربما نأتي على ذكرها لاحقا، لأنه جزء من القوانين والتشريعات التي لازالت سارية في فلسطين هي قوانين أردنية، وللأسف أنه جرى تعديل هذه القوانين في الأردن بينما بقيت في فلسطين دون الحد الأدنى أو دون المطلوب يعني. ولذلك نقول بأنه شيء مهم أن يتم النضال الاجتماعي، حماية النساء من العنف، إقرار قوانين وتشريعات، هذا من جانب مساعد، لكن الأساس هو البعد الشعبي، بمعنى كيف تتمكن النساء من الوصول إلى مختلف قطاعات المرأة أينما كانت. طيب أستاذة ياسمين محفوظ من مصر، يعني مشاركة أردنية مشاركة فلسطينية، كيف هو واقع الحال في مصر للمرأة التي أيضا حققت إنجازات تولي وظائف عامة في النيابة في الوزارة؟ راضية المرأة المصرية عما حققته أم أنها تطمح للمزيد، أو أن ما تحقق حتى الآن غير كاف بالنسبة لطموحها؟ في البداية طبعا أنا بوجه التحية لحضرتك ولكل امرأة عربية. أنا ممكن شوية هكون متحيزة طبعا لبلدي، لأن أنا معتزة جدا بمصريتي، لأن المرأة المصرية أثبتت عبر التاريخ أن هي مش كمالة عدد بل هي عمود المجتمع، وده حتى أقره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دايما في كلامه أنه هو بيعتبر نفسه وزير للمرأة، حتى خصص عام 2017 للمرأة. المرأة على كافة التاريخ المصري عموما هي
لها وجود وحضور قوي في كافة المجالات. يعني احنا لو جينا بصينا للتاريخ وشفنا ثورة 19 هنلاقي أول شهيدة كانت في ثورة 19 كان اسمها حميدة خليل، دي سقطت أثناء هتافها ضد الاحتلال الإنجليزي والمطالبة بعودة سعد زغلول من منفاه. تولت المرأة عندنا برضو منصب وزيرة في عهد الراحل الرئيس جمال عبد الناصر. المرأة بقى في العصر الحالي عندنا الحكومة تتشكل من 8 وزيرات. شاهدنا لأول مرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي المرأة المنصب محافظ، فعندنا سيدتين، محافظة البحيرة تتولاها المهندسة نادية عبده ومحافظة دمياط الدكتورة منال عوض. عندنا أكثر من تقريبا 90 عضوة بالبرلمان المصري، وده إن دل إن لها دور فعال في تشكيل هذا. ياسمين، هذا ربما يبدو رقما طبيعيا في بلد تعداد سكانه يصل إلى أكثر من 90 مليون دولار، لكن هذه الصورة الوردية التي ترسمينها اليوم وتفتخرين بها، وهذا من حقك بطبيعة الحال ونفخر به نحن هنا في الأردن وكذلك في فلسطين، لا يعني أن هناك ليست ثمة حقوق مهدورة تواجه اضطهادا، وهناك سعي من المرأة، هناك قضايا تتعلق بالتحرش الجنسي في مصر وهي قضايا كانت أثيرت بشدة، وقضايا العنف الذي يقع على المرأة المصرية، ويشترك في ذلك ربما المرأة في المجتمعات أو في كافة المجتمعات العربية. طبعا على فكرة، بس أنا بداية أنا بذكر اللي وصلنا له دلوقتي، مش أكيد طبعا بتفاخر إن المرأة بتاخد حقها في المجتمع، إن في تجسيد فعال لمصطلح المواطنة ما بقاش شعار بيتقال. بالنسبة للتحرش أكيد طبعا كان في تحرش وكلنا عانينا منه، كنا وعلى فكرة السيدات برضو هم اللي تصدوا ليها وهم اللي طالبوا بحقهم. ولاحظنا مؤخرا إن كان دايما في المناسبات زي الأعياد كان بتحصل نسب كبيرة جدا للتحرش، لكن في الفترة الأخيرة من حوالي أكتر من سنتين النسبة تضاءلت تماما، بقى في تفعيل للقانون للتحرش، تجرأنا أكتر، ما بقناش نسكت لأي حد يتحرش، بل يعني بنقاضيه وبنقدمه للقضاء. أكيد طبعا أي مجتمع عموما، على فكرة مش المجتمعات العربية هي اللي بتعاني من التحرش، احنا لو بصينا في كل دول العالم حتى الدول الغربية اللي عندهم انفتاح وحريات برضو عندهم تحرش. هي القصة كلها في تفعيل القانون وإن أي ست ما تسكتش عن حقها. طيب هذه نقطة مهمة. إحنا نعم هذه نقطة مهمة. سأعود إلى نقاش الدكتورة سلمى، يعني ذكرت أن هناك أسباب للتباطؤ. تعتقدين أن هذه الأسباب واضحة؟ البيئة التشريعية داعمة لنجاح المرأة أم حتى الآن نحتاج إلى تعديلات تضاف إلى تلك المنظومات القانونية أو التشريعية؟ طبعا أولا أنا أريد أن أؤكد بأنه أكيد نحن سنحتفي بنضال المرأة منذ بداية يعني الدولة الأردنية، وسنحتفي بأي إنجاز تحققه المرأة سواء في الأردن أو في العالم العربي، وأيضا نؤكد بأن قضايا المرأة وتحدياتها تواجهها النساء في كل العالم، وبالنهاية الأهم أن نركز على التحديات وكيف نستطيع مواجهتها. الآن نحن التحديات يتم مواجهتها على عدة مستويات. التشريع يعتبر أداة للتغيير وتغيير المجتمع، وبنفس الوقت التشريع يعاني من تحديات الثقافة المجتمعية والقدرة على تغييره والقفز قفزات كبيرة نحو إغلاق الفجوة أو إزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة. فنحن لدينا التشريعات، لدينا الثقافة المؤسسية، ولدينا الممارسات المجتمعية. قد نجد أن هناك تقدم كبير في التشريعات، يعني الأردن لا يمكن إنكار بأنه الكوتا النسائية تقدمت بشكل ملموس في العقدين الماضيين، أنه وصلت المرأة اليوم ل 15.4% في مجلس النواب. ولكن نرجع نسأل حالنا، لماذا لا نستطيع إحداث تغيير حقيقي؟ لأنها لا زالت لا تشكل كتلة وازنة داخل البرلمان، لأن أجندة المرأة لم يتم تبنيها بشكل واسع داخل البرلمان من قبل رجال أيضا بعدد كافي ممكن يحدث التغيير. ولكن نحن يعني حققنا الكثير في هذا المجال، قانون العمل الآن ينظر وفيه مجموعة من التعديلات المهمة جدا لإزالة التمييز ضد المرأة وخلق بيئة اقتصادية يعني بتشجع عمل المرأة. ولكن عندما ننظر للثقافة المجتمعية التي لا زالت تعتبر أن عمل المرأة ثانوي، أو أن المؤسسات القطاع الخاص قد تجد أنها تفضل تشغيل الرجل على المرأة على اعتبار بأن المرأة ظروفها لن تسمح لها بأن تقدم ما تستطيع أن ما يقدم
يقدمه الرجل وهو غير صحيح، لأنه كفاءة المرأة قد أثبتت كفاءتها. هل هذا في العمل في القطاع العام أم الخاص؟ على كل إحنا زي ما شفنا يعني إحنا المرأة اخترقت القطاع العام مبكرا في الأردن، ووصلت نسبة مشاركة المرأة في القطاع العام وخاصة في قطاع التعليم والصحة لنسب عالية جدا، أكثر من 70%، ولهذا نجد بأنها تتبوأ المواقع القيادية أكثر. ولكن بسبب الضغوطات الاجتماعية، بسبب المسؤوليات الأسرة، نجد أن المرأة تتقاعد مبكرا، يعني في المرحلة التي ستقطف ثمار خبرتها تخرج من العمل لأنها أرهقت وأنهكت. فهي تداخل ما بين الإرادة السياسية، التشريعات، الثقافة المؤسسية والممارسات المجتمعية التي تخلق هذه التحديات، وهذا شيء يعني علينا أن نواجهه ونعمل من أجله. واللي بدي أكد عليه اليوم يمكن أنه هاي فرصة نحكي فيها، أنه ما تميز فيه العام الماضي الأردن هو تضافر الجهود ما بين اللجنة الوطنية لشؤون المرأة اللي هي تعتبر شبه حكومية مع المجتمع المدني في بناء تحالفات لإحداث تغيير حقيقي، والعمل مع الحكومة لإحداث تغيير حقيقي، ومنه إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات اللي مرتبطة بزواج المغتصب من ضحيته، منه التحديات التي الآن تحدث في قانون العمل. ولكن مثلا موضوع مثل موضوع زواج القاصرات يعني لازلنا نواجه فيه تحدي، بالرغم من أنه نجد بأنه على مستوى النخبة، على مستوى المثقفين، أنه نعلم بأن هناك قضايا هي ليست قضايا شرعية وإنما قضايا ثقافة أبوية تؤثر على قانون الأحوال الشخصية وتجعلنا غير قادرين على إحداث التغيير. فالسؤال الآن من يعني ما هو الخطاب الذي سينتصر حتى نستطيع أن نحقق المزيد؟ أنا بالنسبة لي بهمني في برامج مثل هاي أن نتحدث ونكسر حاجز الصمت حتى نستطيع أن نحدث التغيير اللازم مجتمعيا. وفي هذا السياق، لأنك ذكرت موضوع المرأة العسكرية، الأردن إحنا بنفتخر بأنه أطلقنا يعني نحن من أوائل الدول العربية اللي أعدت خطة حول المرأة والأمن والسلام، وفيها 4 محاور هامة، منها مشاركة المرأة في حفظ السلام وفي بناء السلام، ولكن فيها محور في دور المرأة في مواجهة التطرف في المجتمعات المحلية، فيها محور في حماية اللاجئات. فحقيقة إحنا الخطة الوطنية لتفعيل المرأة لدور المرأة في الأمن والسلام هي خطة تنظر من منظور وطني لدور المرأة. ويمكن بهاي اللحظة بوجود المناضلة خالدة جرار بدنا نأكد أنه نحن ما بدنا كأردن أيضا نحن نساهم في الحوار العالمي حول ذلك. وأنا بشكل خاص دائما بشدد عند الحديث عن ذلك بحق المرأة الفلسطينية في المقاومة، وليس أن نحسن وضعها فقط في ضمن واقع الاحتلال. فنحن في الأردن يعني بهمني التأكيد على دورنا الإقليمي أيضا في التأكيد على أهمية حماية المرأة. طب السيدة خالدة، يعني الدكتورة سلمى يعني لمست جرحا كبيرا فيما يتعلق إمكانية التغيير في أفكار، في نمط من العادات والتقاليد، ربما تقف عائقا أمام أو عائقا أساسيا أمام تقدم المرأة في المجتمع الفلسطيني. هناك حالات مشابهة لهذا الأمر، رغم أن المرأة الفلسطينية نراها مناضلة، نراها في مواقع مختلفة، ربما النضال الفلسطيني أحدث هذا التغيير في عقلية المجتمع، في أفكاره، في معتقداته وتقاليده، أم أن الأمر كما هو ربما لا يزال على حاله يعيق هذا التقدم المنشود؟ يعني طبعا أنا ربما أتفق في نقاط كثيرة مما أثرته الدكتورة سلمى. بالنسبة للمرأة الفلسطينية طبعا ربما كما أشرت أنا سابقا أن النضال الوطني في مرحلة أزال التمييز إلى حد ما في النظرة للمرأة، لكن لم يزل التمييز في التعاطي مع قضايا النساء. هناك مستويين للتعاطي مع قضايا المرأة. إذا أردنا أن نأخذ فقط الجانب الإجرائي الشكلي من قوانين وتشريعات وأديش عدد الوزيرات وأديش عدد القاضيات وأديش عدد كذا، ربما نجد أن المؤشرات عم تتقدم. لا، السؤال الأهم في البنية المجتمعية، هل هناك إحداث تغيير حقيقي في واقع النساء؟ طبعا لا زال هناك مشكلة كبيرة. الثقافة السائدة لا زالت ذكورية، في بعض الأحيان للأسف نلاحظ أنها تزداد تخلفاً أكثر مع التغيرات في البيئة العربية وفي البيئة العالمية. لا زالت قضايا جوهرية كما حال الزواج المبكر مثلاً، نلاحظ أنه النسب عم ترتفع
بينما في مرحلة ما صار تراجع في هذه النسبة، لكن الآن النسبة ترتفع بالنسبة للزواج المبكر، وهذا مؤشر من المؤشرات. نأخذ البطالة، لا زالت نسبة البطالة في فلسطين عموما عالية، هي مرتفعة وخاصة في قطاع غزة بسبب الحصار وبسبب الاحتلال وبسبب التضييقات، وأيضا بسبب عدم وجود سيادة، لا يوجد حق تقرير مصير للشعب الفلسطيني، وبالتالي الواقع الاقتصادي واقع صعب جدا، البطالة نسبتها مرتفعة. من المتأثر أكثر في هذا الموضوع مباشر؟ النساء، وغير مباشر أيضا النساء، لأنه عدم عمل الرجل أيضا يؤثر على النساء. ارتفاع نسبة العنف الأسري، وهذا لا يمكن أن ننكره، هو موجود. حتى لو أقرينا قانون على أهمية أنه الإجراءات والقوانين بتسهل بتساعد المرأة، لكنها لا تحل المشكلة من جوارها، لأن الثقافة السائدة لا زالت قائمة على أنه الرجل هو يستطيع ربما أن يضرب زوجته أو يضرب أخته، وبالتالي نلاحظ أنه في الثقافة المجتمعية العربية والفلسطينية اللي هي جزء منها يعتبر هذا شيء طبيعي، وبالتالي لابد من تغيير المنظومة، المنظومة أقصد الثقافية الفكرية، ولابد من معالجة القضايا الاجتماعية بجرأة. نلاحظ أنه دائما هناك حينما تأتي للقضايا الاجتماعية دائما السياسيين يخجلوا، دائما السياسيين يؤجلوا الحديث عن قضايا النساء، لازال التمييز بحق المرأة حتى في العمل. طبعا هم يحاولوا أن يحترموا القوانين، لكن بشكل غير مباشر مثلا أغلب المؤسسات وخاصة البنوك لا تفضل أن توظف نساء متزوجات. لماذا؟ لأن هذا يستتبع إجازات ولادة كجزء من الحقوق، وبالتالي يحاولوا أن يمتنعوا عن توظيف النساء. النساء الحصار، سواء إجراءات الاحتلال، هدم البيوت، الحواجز، الواقع التعليمي، الواقع الصحي للنساء في فلسطين، كل ذلك يزيد من العبء أيضا على المرأة الفلسطينية. ينقصنا يعني نحتاج إلى وقت أطول، ونحتاج إلى نضال أكثر حتى تتمكن المرأة الفلسطينية كجزء من المرأة العربية من تجاوز من إحداث هذا التغيير. لذلك نحن نقول إن نعم إن المرأة في عام 2019 ليس فقط المرأة العربية وفي فلسطين، كما أشار تقرير الأمم المتحدة لا زالت النساء يعانوا. وإذا الأمم المتحدة بتقول إنه لسه لل 2030 ويدوب كمان نبدأ نلمس بعض التغييرات في طريق المساواة ما بين المرأة والرجل، معناته إحنا لسه على المستوى العربي ينقصنا الكثير، يعني نحتاج إلى الكثير من الوقت لذلك. يعني اتفقتي سيدة خالد والدكتور سلم على هذا الأمر، أريد أن أستمع أيضا إلى الأستاذة ياسمين محفوظ عن الثقافة السائدة في المجتمع المصري تتغير لصالح المرأة الداعمة. يعني دائما ما يقال وراء كل رجل عظيم امرأة، نريد الآية أن تنعكس، أن يكون الرجل هو الداعم لحق المرأة بتمكينها في كافة المواقع. ده واضح جليا مؤخرا. كان في صورة انتشرت على السوشيال ميديا، أب فاتح المحل وكاتب أبو، مش فاكرة اسم البنت، بس هو بيفتخر ببنته إن هو أبو المهندسة تقريبا كدينة. أنا مثلا واحدة من الناس، عندي ست إخوات ولاد، وأنا أصغرهم هما اللي دعموني، هما اللي وقفوا جنبي، رغم ممكن يكون الأصل ريفي. طبعا اكيد طب النظره بتتغير طول ما في اراده سياسيه قويه، وطول ما في برلمان بيدعم المراه، وفي مجلس قومي للمراه بيناقش قضايا المراه بقوه وبيقف جنبها وبيساندها. ده بيعزز فكره ان الست تتقلد كافه المناصب. هي وقبل الإرادة السياسية وقبل دعم أي مؤسسة أو أي جهة، لازم الإرادة للست نفسها. طول ما الست حاسة أن هي ضعيفة مش هتقدم خطوة قدام. اللي خلى البنت ما تخافش من مواجهة التحرش، شايفين إن واحدة وقفت لمتحرش وسجنته. هي القصة كلها الإرادة، وفي الآخر بيدعمها الإرادة السياسية ووجود مجموعة من العوامل لابد أن تتضافر. نعم لا شك. دكتور سلمى، يعني
ما هي برأيك أدوات الضغط والتأثير لإحداث التغيير، لتغيير هذا النمط من التفكير المعيق؟ دائما أتحدث عن مسؤولية أيضا النساء نحو مواجهة كل هذه العوائق. أنا أعتقد أن النساء الأردنيات والنساء في العالم العربي والعالم يعملن يعني عم تتضافر جهودهن في إحداث التغيير، لكن إحنا بحاجة لربط هاي الجهود والإرادة السياسية بالتطبيق. يعني أحيانا يكون هناك إرادة سياسية ولكن لا يكون هناك تطبيق. مثال على ذلك، الأردن وضع خطة العام الماضي، خطة عشرية لمواجهة زواج القاصرات، اللي طبعا إحنا زاد مع وجود اللاجئات ونعرف أنه أحيانا يتم خارج الإطار الرسمي، يعني بصير عقود غير مسجلة. للأسف لم يتم تخصيص موازنات لتنفيذ هذه الخطة، لأنه الخطة بتغطي المناهج، تغطي دور وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة، دور المجتمع المدني، وزارة الأوقاف، ولكن دون وجود موازنات مخصصة لإحداث التغيير كيف سنطبق هذه السياسات والرؤى؟ لن نستطيع تطبيقها. النساء في المجتمعات المحلية لوحدها لن تستطيع ذلك. مؤسسة مثل اللجنة الوطنية لشؤون المرأة التي نفخر بتاريخها منذ تأسيسها عام 92 بعدد موظفينها ووجودها فقط على مستوى العاصمة لن تستطيع أن تحقق ذلك. يجب أن تتضافر الجهود ما بين الحكومة والمؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني وتخصيص الموازنات لذلك عبر خطط ذات مؤشرات ومربوطة في آليات للتنفيذ. غير هيك رح نضلنا نعمل بتشرذم ولن نستطيع تحقيق الكثير. طب سيدة خالدة، لأن الوقت بدأ ينفذ اليوم، هذه اللحظة، هناك تشريعات جيدة، ذكرت تشريعات قديمة، لكن هناك فرق واضح بين التشريعات فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية التي تدعو إلى المساواة والواقع الملموس. برأيك لماذا؟ تقاعس المشرعين، عدم الرغبة التنفيذ، عدم تقبل تلك التشريعات، أم ماذا برأيك؟ يعني ربما اليوم كان لدينا عدة أنشطة بمناسبة يوم المرأة، وأنا كنت بتحدث أنه عادة السياسيين ما يخشوا أن يطرقوا القضايا الاجتماعية لتوازنات انتخابية ولغيرهم. نحن لدينا تشريعات في فلسطين وتشريعات جيدة، لكن تحتاج إلى تعديلات. نحن وقعنا اتفاقية سيدا، وهذا كان شيء مهم مطلوب، تحويل هذه الاتفاقية وإدماجها في قوانيننا المحلية، لكن حتى الآن مثلا لم تنشر اتفاقية سيداو في الجريدة الرسمية حتى يتم متابعة هل تم تعديل القوانين بما يتلائم مع ما وقعناه وهو شيء إيجابي لسيداو. لازال هناك قانون العقوبات يحتاج إلى تعديل. نعم الحكومة في العام الماضي، أنا كنت في المعتقل لكن استمعت إلى وتابعت هذا الموضوع، أخذت عدة إجراءات منها إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات، لكنها كإجراءات، حق المرأة بأن تنقل أطفالها من المدرسة، حق المرأة بأن تقوم بفتح حساب لأطفالها، حق المرأة بأن تسجل أو تعطي جنسيتها لأطفالها، لكنها بقيت في إطار الإجراءات. لازال حتى الآن يحتاج إلى تعديل في قانون العقوبات، تعديل جدي. لازال بحاجة إلى أيضا إقرار قانون الأسرة، قانون الأحوال الشخصية، يعني ما حدا مسترجي طب فيه، مع أنه من القوانين المهمة والقوانين الحساسة. قانون حماية المرأة من العنف، وهو من القوانين المهمة التي عملت الحركة النسائية الفلسطينية من أجل إقراره. لا زال هناك إرادة، هناك دعني أقول تشريعات، لكن لا يوجد حتى الآن جرأة وأعتقد في تنفيذها وإدماجها بالقوانين. كما قلت البنية المجتمعية تؤثر، بمعنى أنها لازالت بنية لا ترتقي إلى مستوى تشريعات وقوانين تحترم النساء. سيدة خالدة، من أجل حقوق النساء لا يقتصر على النساء. نعم يعني هل بات ينظر الآن إلى مدى تأثير الانقسام الفلسطيني بأنه ربما يأخذ الحيز الأكبر من الجهد في مسعى لتحقيق الوئام والمصالحة الفلسطينية؟ هذا المشهد اليوم، يعني ناهيك عن الاحتلال وممارساته وانتهاكاته، المصالحة تبتعد، هذا الانقسام، الجهد ينصرف إلى أمور أخرى، تعطيل الحياة التشريعية بحل المجلس التشريعي، إلى كيف يؤثر من وجهة نظرك باختصار لو سمحتي؟ طبعا كله يؤثر. يعني الانقسام الفلسطيني يؤثر، الاحتلال بإجراءاته اليومية، يعني بصراحة أن الشعب مش ملحق
يتابع انتهاكات يوميا اقتحامات، هدم بيوت، قتل، اعدامات ميدانيه. الانقسام يؤثر، يعني اليوم يمكن انا حكيتها باطار ما انه اتركوها للنساء بركي يقدروا يحلوها، لانه الانقسام غريب عن شعبنا، عدم وحده الشارع الفلسطيني ايضا غريب عن شعبنا، وبالتالي هذا يضعف وجود عده ايديولوجيات كمان. يعني هون انا بحب اشير لها عدم احترام التعددية، يعني إحنا بنعرف إنه إحنا في مجتمع فلسطيني متعدد، لكن هناك أسس يجب أن تحترم في التعددية. هناك وثيقة الاستقلال على سبيل المثال التي أقرتها منظمة التحرير، هي تعتبر وثيقة متقدمة فيما يتعلق بالمساواة بين المرأة والرجل، فيما يتعلق في الحقوق العامة. لماذا لا تدمج؟ لماذا لا تصبح مثلا وثيقة الاستقلال إحدى المرجعيات؟ إذا يبقى العبرة في التنفيذ وإحداث التغيير المجتمعي الفكري. بس اسمح لي في النهاية أنا أوجه تحياتي، يعني إذا بدنا ننهي، أيضا كوني أنا خارجة من المعتقل يعني منذ أسبوع فقط، أنه نوجه تحياتنا لأسيراتنا الفلسطينيات في سجون الاحتلال، اللواتي أحيوا يوم المرأة أيضا وهن بالاحتلال آملين بالحرية القريبة والعاجلة لهن ولكافة أسرنا الفلسطينيين. ونحن أيضا بدورنا نضم صوتنا إلى صوتك. أشكرك السيدة خالد جرار نائب المجلس التشريعي الفلسطيني وكذلك القيادية بجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من القاهرة. أشكر ضيفتي الناشطة الحقوقية والكاتبة الصحفية ياسمين محفوظ، وأشكر ضيفتي هنا في الاستوديو الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة دكتورة سلمى النم. شكرا جزيلا لك دكتورة، شكرا جزيلا لكنا جميعا. في الجزء الأخير من هذه الحلقة نتحدث عن أوضاع اللاجئات حول العالم، لكن بعد فاصل قصير. إذن وفي يوم المرأة العالمي يحتل ملف النساء اللاجئات اهتماما خاصا بالنظر إلى ارتفاع أعداد اللاجئين والنازحين والمهجرين حول العالم، والذي وصل بحسب الأمم المتحدة إلى نحو 68 مليونا، نصفهم من النساء. وتواجه السيدات اللاجئات حول العالم العديد من المصاعب والتحديات، من أبرزها الأوضاع الاقتصادية فضلا عن التحديات الصحية، حيث يعتبر تردي الصحة الإنجابية من أبرز أسباب الوفاة في المخيمات. حسب آخر إحصائية للأمم المتحدة، بلغ عدد اللاجئين حول العالم نحو 68 مليونا ونصف المليون، 85% منهم فروا إلى دول فقيرة أو متوسطة الدخل، فيما تقدر جهات دولية بأن نصف عدد اللاجئين تقريبا من فئة الإناث. تعاني المرأة اللاجئة من تحديات عدة، أبرزها سوء العناية الصحية، حيث تعتبر أمراض الحمى والملاريا وسوء التغذية والجفاف والإسهال والتهابات الجهاز التنفسي من أبرز مسببات الوفاة للمرأة اللاجئة. كما يعد الافتقار إلى الرعاية الصحية الإنجابية في مخيمات اللاجئين من أبرز مسببات الوفاة والمرض للمرأة اللاجئة أثناء الحمل أو بعد الإنجاب، تضاف إلى ذلك الأضرار النفسية والعقلية التي قد تصيب اللاجئات. كسب لقمة العيش وتنظيم أمور الأسرة هو تحد كبير يواجه كذلك المرأة اللاجئة، ويضطرها للقيام بأعمال شاقة داخل مخيمات اللجوء وخارجها لسد متطلباتها ومتطلبات أسرتها المعيشية وقضاء الاحتياجات اليومية. غير أن أبرز ما يؤرق المنظمات الإغاثية الدولية هو قضية الاعتداءات التي تتعرض لها اللاجئات، اعتداءات جسدية وجنسية معطوفا عليها قضايا الاغتصاب والاتجار بالبشر. زواج القاصرات هو كذلك فصل أسود من فصول معاناة اللاجئات، إذ ترتفع نسب الزواج المبكر بينهن لأسباب عدة أبرزها اقتصادية. مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن يضرب مثالا على ذلك، حيث بلغت نسبة زواج القاصرات 35% من إجمالي عدد حالات الزواج في المخيم عام 2017.
إذا حول هذا الموضوع رحب بضيفتي هنا في الاستوديو المديرة التنفيذية لمركز تمكين للدعم والمساندة السيدة ليندا كلاش، كذلك رحب بضيفتي من اسطنبول الصحفية والناشطة الحقوقية سعاد خبية. أهلا بكما سيدة ليندا كلاش، يعني في المخيم أرحب بك. أهلا بك. بلا شك هناك ديناميكية اجتماعية اقتصادية مختلفة، الفرص المتاحة للاجئات في تلك المخيمات إجمالا، إذا حكينا عن اللاجئات، إذا بنحكي عن فرص، يمكن بنحكي عن فرص عمل كمان بالدرجة الأولى، لأنه زي ما حكيت أو بنحكى بالمقدمة هلأ عن نسبة النساء بالأردن، عندنا نسبة النساء أكثر من الرجال بالمخيمات واللاجئات إجمالا، لكن نسبة الدخول للعمل لسوق العمل أو النساء كمان معيلات النساء اللاجئات، من سنة كلنا بنعرف من سنة 2016 بعد مؤتمر لندن أصبح متاح للسوريين الدخول إلى سوق العمل بمهن محددة ومهن معينة، لكن رح نتفاجأ أنه عدد تصاريح العمل المستخرجة لنساء فقط 15%. لماذا؟ أعتقد أنه من خلال معرفتي بالتعليمات الناظمة للحصول على تصريح عمل، هو متاح للنساء والرجال، لا يشترط فقط وجود رجال، لكن أعتقد المهن المفتوحة الغير المغلقة يعني واللي فيها سهولة لتصريح العمل مهن شاقة نوعا ما، وهي مهنة الزراعة والإنشاءات تحديدا. يمكن الإنشاءات صعب للنساء العمل بالإنشاءات، وخاصة كمان احنا بنحكي خارج المخيم وغيره، أما الزراعة قد تعمل النساء بالزراعة، ولكن أعتقد ومن خلال مشاهدتنا أنه في كثير من النساء السوريات ممكن يعملن دون استخراج تصريح عمل، رغم أنه تصريح عمل قد يحميهن نوعا ما من ناحية الحقوق العمالية وغيره. في سبب تاني وأعتقد له علاقة يمكن بموضوع التحرش، موضوع التحرش الجنسي، أحيانا بيكون في خوف من التحرش الجنسي أو خوف من الاندماج في المجتمع والاندماج فيه والعمل بشكل واسع بالمجتمع، وقد يكون عدم وجود فرص. احنا بنعرف الوضع الاقتصادي يمكن اللي بيمر به الأردن، يمكن البطالة موجودة بين اللاجئين وبين الأردنيين وحتى بين المهاجرين، العمال المهاجرين اللي جاؤوا من أجل العمل، وهذا مفاجئ يمكن بينعكس على الوضع العام. لو إجينا على موضوع التزويج المبكر أو تزويج القاصرات، وأنا بفضل تسمية تزويج القاصرات أكثر من التزويج المبكر، سنجد أنه فعلا منتشر تزويج القاصرات بالمخيم أكثر بالأردن بشكل عام. العام الماضي كان عدد الحالات اللي تم تزويجهم تزويج قاصرات أقل من 18 سنة كانوا تقريبا 10,000 حالة. سأتي إلى هذا الموضوع لمعرفة الأسباب. أستاذ سعاد ضيفتي من اسطنبول، يتحسن وضع المرأة اللاجئة، هناك أزمات ممتدة، دور المفوضيات، دور المنظمات الدولية ربما يكون صعبا في البداية، لكن للأسف مع مرور الأزمة يكون هناك تفهم أكبر للاحتياجات. هل تعتقدين أن هذا الوضع يتحسن أم أنه يتأزم يوما بعد يوم؟ للأسف أنا أرى أن الوضع يتأزم أكثر يوما بعد يوم، والسبب أن الأزمة طالت بشكل كبير، الاحتياجات تفوق بشكل كبير المتاح، إضافة إلى أن يعني مستوى الوعي قد يكون أيضا، وعي النساء عموما قد يكون يعني لا يساعدهن احيانا على تجاوز الواقع الجديد الذي وجدت به نفسها الكثير من النساء، واللواتي لم يكن سابقا قد اعددنا لمثل هذه الظروف. بالتاكيد الوضع يعني اعتقد ان الازمه لربما ستصبح اكثر صعوبه يعني يوما بعد يوم، مع عدم وجود فعليا أفق لحل معين كما نرى. من وجهة نظرك ما هي أكبر هموم اللاجئات؟ بالتأكيد كما ذكرتم هي المسألة الاقتصادية، بالتأكيد هي المسألة يعني الأكثر ضغطا على النساء. فجأة النساء وجدنا أنفسهن الكثير منهن وحيدات دون معيل، الكثير منهن مضطرات للعمل لتأمين
قوت العائلة، الكثير منهن وجدت نفسها أمام دور جديد لما لم تكن قد أعدت له من قبل. يعني أعتقد كل ذلك بالتأكيد يشكل يعني أزمة بالنسبة للمرأة، إضافة إلى الكثير من يعني الضغوطات الأخرى، منها كما أشارت الضيفة الكريمة أيضا مواضيع التحرش، شعور المرأة بالضعف أمام هذا الواقع الجديد، كونها الأكثر هشاشة ضمن مفردات وعناصر هذا الواقع، الكثير من الإشكالات، أحيانا عدم قدرة المرأة على متابعة الأمور القانونية الصعبة، عدم قدرتها على الحصول على الإقامات القانونية في بعض الدول، كل ذلك يصعب من يعني من الحياة ويصعب من المسألة أمام المرأة اللاجئة. طيب استاذه ليندا، اشرت الى موضوع زواج القاصرات، يعني وهو ذكرت رقم 10,000 حاله زواج اجمالا في هذا الاطار. نعم الماضي. طيب هل تحدد الاسباب؟ هل الثقافه من كعامل يتدخل؟ هل الوضع الاقتصادي، عدم مقدره ربما الاب على تامين الاحتياجات اليوميه، دفع المسكن، ام اسم هناك اسباب اخرى؟ من خلال دراسة يمكن قمنا بها العام الماضي عن التزويج القاصرات والتزويج القصري وعلاقاته بالاتجار بالبشر، وجدنا أنه من أسباب التزويج المبكر أو تزويج القاصرات بالدرجة الأولى، رقم واحد العادات أحيانا داخل بعض المجتمعات، رقم اثنين الوضع الاقتصادي للأسرة والبحث عن مورد أو عن مبلغ يساعد الأسرة والخلاص من شخص أو دفع المسؤولية إلى شخص آخر للتكفل بأحد الأفراد الأسرة. وجدنا كمان موضوع التسرب من التعليم وعدم وجود برامج مهنية للنساء تحديدا في فترة عمرية معينة. بس بالدرجة الأولى كان الوضع الاقتصادي أكثر شيء كان مؤثر على موضوع التزويج القاصرات. طيب هنا أيضا في موضوع الإتجار بالبشر، النظر إلى اللاجئ من حيث الاستغلال، هل وجدتم أن ربما الخوف اللاجئ من أن تكون ضحية الاستغلال الجنسي أو التحرش يمنع تلك المرأة المحتاجة من الولوج في بعض أسواق العمل أو الفرص المتاحة؟ تعتقدين أن هذا من الأسباب التي تلاحظ بشدة؟ هو إذا بنحكي عن موضوع التحرش أو الاعتداء الجنسي لا يكون كله اتجار بالبشر، إذا بس توافرت عناصر الاتجار الثلاثة بنحكي أنه عندنا حالة اتجار بالبشر، ولكن هناك اتجار جنسي وهناك اتجار ربما بالعمل. استغلال قد يكون حاجة البشر، استغلال بالضبط، استغلال حتى استغلال بالعمل، يعني في حالات وأكثر الحالات في الأردن هي متعلقة بالعمل بالدرجة الأولى حالات الاتجار بالبشر. أعتقد من ضمن الأسباب الخوف من الاستغلال، وأحيانا كمان المرأة لا تفصح عندما تستغل، وهي كمان ممكن أنه تستغل في مكان العمل ولكن لا تفصح عن استغلالها وتنزوي مرة أخرى في البيت. طب هل تتوفر في هذا الأمر يعني وسائل الحماية القانونية أو المساندة؟ مفترض أن يكون في وسائل حماية، مفترض يكون في مراكز للإبلاغ عن أي انتهاك بيصير، عن أي شكوى عمالية، عن أي شكوى اتجار بالبشر، ولكن هل تعرف يعني يمكن زي ما حكت الأستاذة أنه الضعف الوعي القانوني لدى النساء والخوف من الإبلاغ والخوف أحيانا من الوصمة، وأحيانا كمان يمكن ما في إعادة إدماج في حالة إذا كانت ضحية اتجار بالبشر، فعلا قد تعود مرة أخرى ضحية أخرى إذا لم يتم إدماجها وإعادة تأهيلها، وهي كمان من ضمن المشاكل. إحنا المشكلة بمجتمعاتنا، المجتمعات الشرقية عموما، أحيانا الضحية هي من تعاقب، وهذا للأسف الشديد ما يحجب أو يحجم عن الإبلاغ عن بعض حالات الانتهاكات الجنسية أو انتهاكات استغلال العمل أو غيره. طيب أستاذة سعاد، يعني أشرت إلى مسألة الوعي، السيدة ليندا اتفقت معك أيضا، ربما المرأة تشعر بالحرج، تشعر بأنها ستوصف في نهاية الأمر، ستكون هي الضحية والتي ستعاقب في نهاية المطاف. هل من دور لجمعيات أهلية نسوية، مؤسسات خاصة في الفهم، بالتوعية، بالشرح لهؤلاء، بالإرشادهن للطريقة والكيفية؟
أتحدث عن الحالة السورية بالتأكيد. ما بعد اضطرار الكثير من السوريين أو ملايين السوريين من الخروج من سوريا والاتجاه إلى الدول المجاورة، ظهرت حاجة فعليا، حاجة واقعية ويعني عملية لدى الكثير من النساء ل يعني الدخول في معترك حياة جديدة مختلفة، دفع الكثير من النساء باتجاه المنظمات المجتمع المدني، باتجاه طلب المعرفة، باتجاه البحث عن مفردات هذا الواقع الجديد لكي تتعايش معه. لربما كان يعني ذلك من إيجابيات هذا الواقع الجديد، ودعني أسميها الواقع الكارثي الذي وجدت به المرأة نفسها. ولكن بالفعل يعني ظهر العديد والعديد من المنظمات للأسف، يعني رغم هذا يعني الجانب الإيجابي من المسألة، إلا أن هذه المنظمات بالعموم تعمل على جانب معين، يعني على تكريس جانب معين، وهو الجانب النمطي الذي عادة ما تهتم المرأة أو البرامج التي تدعم النساء، وهو يعني تكريس جانب الأعمال الحرفية البسيطة كالتطريز والخياطة وأعمال والحلاقة وبعض أعمال الطبخ وإلى آخره. ولكن بالعموم يعني كان للمنظمات دور، ولكن بقي هذا الدور محدودا إلى حد كبير، نظرا ل يعني عظم الكارثة التي تمر بها النساء السوريات عموما. نعم سيدة ليندا، نتحدث في إطار ربما مخيمات اللجوء حيث تبرز الظواهر في إطار المجتمعات المستضيفة. نعلم أن هناك لجوء في مخيمات وهناك لجوء في داخل المدن الأردنية، الأمر يختلف فيها لأن ربما يكون هناك انخراط داخل المجتمع وهناك حالة من الثقة المتبادلة ما بين الاجتماعات المضيفة وهذا اللاجئ القادم من الخارج. طبعا احنا اذا بنحكي عن الاردن، احنا 80% من اللاجئين، اذا بنحكي عن اللاجئين السوريين، واكيد بتعرف انه عندنا بالاردن تقريبا 40 جنسيه لجوء غير السوريين، لكن العدد الاكبر من الجنسيه السوريه 80% خارج المخيمات. وفي اكيد ادماج، لانه شعب الاردن وسوريا من قبل الازمه في تبادل بيناتهم، في زيارات، يعني في تزاوج، ففي دمج نوعا ما. لكن مثلا احنا من خلال احنا بنعمل رفع وعي بين عن الموضوع العمل وموضوع الاتجار بالبشر تحديدا. يمكن كان عندنا امبارح فوكس جروب لمجموعه من الاردنيات والسوريات، وكان من ضمن الاسئله عن موضوع الوصول الى سوق العمل وعدم الوصول الى سوق العمل. كان في تركيز كبير على موضوع التحرش من ناحيه الاهل بيمنعه كوقايه، ومن ناحية العاملات نفسهم بيمتنعوا عن العمل بعد ما بتعرضوا لتحرش. يمكن في ناس بيقولوا مش كتير منتشر عندنا، هو مش كتير منتشر لكنه موجود. هلأ خارج مناطق المخيمات يمكن قد تعمل المرأة في بعض المهن اللي حكيت عنها الأستاذة، زي موضوع التطريز والخياطة بالبيت، ممكن تتعلم هاي المهنة وما تشتغلها. ما فيش تطرق لمهن أخرى، يمكن لأنه في مهن بعض المهن مغلقة. بس أعتقد الفترة الجاي رح يكون في تركيز نوعا ما على التدريب المهني للنساء بقطاعات أخرى، ليس فقط التطريز وصناعة الصابون والخياطة والصناعات النمطية أو الأشغال النمطية للمرأة. يعني أنا أشكرك يا المديرة التنفيذية لمركز تمكين للدعم والمساندة سيدة ليندا كلش، كذلك أشكر ضيفتي من إسطنبول الصحفية والناشطة الحقوقية سعاد خبية، شكرا جزيلا لكما. إذن وبهذا نأتي إلى نهاية العاشرة، أنا أشكر لكم حسن المتابعة، دمتم في حفظ الله ورعايته، وإلى اللقاء.